الود من الوداد، والوداد من أسماء الله الحسنى الودود. فما هو الود؟ ولماذا نجد في أسماء الله الحسنى الودود ولا نجد في أسمائه الحبيب أو المحبوب أو المحب؟ كيف لنا أن نستمد هذه الأخلاق العظيمة من أسماء الله الحسنى في مقامات الحب، حتى إذا أمسكنا هذا الخلق قلنا هذا هو الحب حقيقة؟ هل هناك فرق بين المودة والرحمة؟ الرحمة أعم وأشمل، أما الوداد فهو عين المحبة.